أنا أرض الحضارة والعطاء والطيبة للبحرين، أنا النهام تاسرني مواويله وأشجانه، أنا الغواص داناته تلالت بالحلا والزين، وأنا الفلاح خضر بالعشق نخله وبستانه. أنا بنت العروب والشامخة وصلي ليوم الدين، يغني للفخر شعره يطربني بألحانه، أنا سابي شرايين الفؤاد وحبي ماي العين، أنا أسيرة وطن جاب المعالي واعتلى شانه. يا سلام يا سلام على هالكلمات الجميلة المميزة اللي تغنى فيها الفنان الكبير الإماراتي حسين الجسمي، مسي عليه بالخير، وأكيد أبدع في كتابتها الأستاذ الشاعر العزيز يونس سلمان. أغنية أدخلت القلوب بدون استئذان قلوب أهل البحرين، فنقول صح الله لسان شاعرنا الأستاذ يونس سلمان، ويسلم عليها الفنان الكبير والقدير حسين الجسمي. ودائما نقول البحرين تستاهل، نمسي عليكم بالخير في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ومسابقة البارح، مع أسئلة مختلفة نثري فيها معلوماتنا ومعلوماتكم المتعلقة بموروثنا الشعبي. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة، ونبتدي رحلتنا معاكم اليوم. وفي البداية أكيد نوجه شكرنا للرعاة والجهات الداعمة للبرنامج بيون ماني، مجمع مودا مولكر ورعاة رئيسيين، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جبك لمشاركتهم في الرعاية. ومثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نسترجع معاكم طريقة المشاركة، وراجعين ناخذ اتصالنا الأول. للمشاركة في مسابقة برنامج البارح، حمل تطبيق بيون ماني ثم امسح الرمز الخاص بالمسابقة عبر الهاتف للدخول مباشرة لصفحة التسجيل أو للدخول لموقع مسابقة البارح، ثم قم بإدخال الاسم الثلاثي، الرقم الشخصي، رقم الموبايل ورقم الآيبان المخصص لحسابك على تطبيق بيون ماني. لمضاعفة فرص المشاركة والفوز بجوائز نقدية يمكنكم التسجيل أكثر من مرة. حظا موفقا للجميع ورمضان كريم. تعرفنا معاكم مشاهدينا على طريقة المشاركة في برنامج ومسابقة البارح، واليوم أنا في البداية كذا تسمح لي يونس حب أشكر أم علي. إيه نعم. شوف شوف إيش هالزين، طبعًا أكيد شميت الريحة. الله إيه هذا الراس جل مشكوك. اليوم مدلعتني أم علي بهالزين، شوف شوف. يا سلام تسلم. والله حتى حق يدي وحتى حق شعري مدلعتني أم علي وما قصرت. ما قصرت. وعدتني مسكينة من كم من حلقة. إيه. قالت لي لازم في يوم من الأيام بجيب لك هالطيب وهالزين. يا سلام وأنت تستاهلين. وعلى ما يقولون المثل الشعبي. إيه. من كريم إلى مستحق، الكريمة أم علي والمستحقة إيمان زينة. الله يسلمك الله يسلمك يا يونس. يونس اليوم يقولون بعد بتروح تعلمني على معلومات وسوالف جديدة وسوالف أهل البحر. اليوم أي. بنروح وبنعطيك مثل أي. احنا لازم نواظب في حياتنا اليومية مثل أي. خبرنا عنه أبو سلمان والتفاصيل إن شاء الله معه، ولكن قبل كل شيء لازم نسلم عليه. طبعا لا تنسى سلامي. انزين لحظة شوي أبو سلمان. هلا مساك الله بالخير. الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا فيك بسلمان. اهلا وسهلا يا يوم. عساك طيب. اليوم حالي. ايمان تسلم عليك من هني. امورك زينه؟ الحمد آيك. لله. حياك. توكلنا على الله، بروحك ابو سلمان. يلا تفضل. لا تقولي لي انسى ما انسى. لا خلاص. انا بروحي نسيت شيء من ساعه بعد. اي والله. ذهبك في الحفظ بالصوت. لا. اي والله. يا ابو سلمان. امرني. فوق الامر عاد وانا جاي اليوم القريه التراثيه في عسكر. نعم. أسمع أغنية المغفور له بإذن الله تعالى اللي كتابها الشيخ عيسى بن راشد. نعم. وغناها الفنان الكبير والقدير أحمد الجميري. يقول لك أنا منها من اللي الشمس اللي طلت على الدنيا سألت عنها، أنا منها من اللي سطر التاريخ وحروفه كتب عنها. عنها هي البحرين. البحرين نور العين. إيه نعم هي البحرين نور العين، دار المجد والأحرار والطيبين، حكمها العادل الوافي حمد بن عيسى بن سلمان هو الله عمره. آمين. علامها الأحمر الضافي علامة بالفخر نيشان. إيه البحرين. البحرين دار المجد والأحرار والطيبين.
الله يمسيك بالخير، الله وانت بخير. من الطيبين اللي نفتخر فيهم. وياك يا يبا، كيف الحال يا ابو سلمان؟ الحمد لله طيب. امورك زينه؟ زين بسلامتك. شو الفطور اليوم؟ الفطور اليوم مانجلي وشعري. يا الله عافيه. الله يعافيك. اليوم عندنا مثل. شنو هو المثل يا ابو سلمان؟ يقول كثر المسانه يصير تبرع. كثر المسانه؟ ايه المسانه تغير من مكان لمكان. في القوع؟ لا المحمل يغير المحمل. من ارض لارض. اي نعم. أي. يصير تبرع، التبرع القماش. وهذه التبرع. هذه التبرع. هي؟ هي التبرع. الحين بتاخذ الكاميرا، انا عاطلها. شوف وين راونا اياها. هاي التبرع يبا. افتحها بعد اكثر. الله 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 الله. ارفعها ارفعها فوق وسلمان، الكاميرا هناك بتاخذها. اي نعم هذه التبره. هاي التبره. الله كثر لمسانه. ايه يزيد التبره. يزيد التبره. اي نعم. يعني تروح من مكان ايه. الى مكان ايه. وتدور القماش الزين. الزين. الله من ديره الزين. من ديره الزين. اي نعم. اي نعم. هذه على قمر رباطك اني بحطها في مخبايه. يا على ضحكه دايمه. زين ابو سلمان، شو المثل الثاني بعد؟ قلت لي شيء. يجيك يجيك الطواش. ايه ويسأل النوخذ يقول له شلون؟ قال له تبرع. اها. قال له عيل القدوع الفال عندي والقدوع عندي يشرع. ايه. ويراويه التبرع. الله. اي. ولين راواه التبرع حط اليد ويا اليد وتسوموا على الذيب، ما يشوفون اللي يارسين الغواويش والطواويش عن الثمن. ويخضمون راسهم. ايه. ويأشر له في الاصابع. اها. يعني صارت البيعة. الله. لكن ما أحد يدري. إيه ما يعلمون أحد. ما يعلمون أحد. إيه؟ إلا عن نأخذ البر. إيه إذا وصلوا. السلام. إيه. هو إيه يروح حق البر ويقول له. يقول له. يقول له. فإذا الطواش قال له تبرع. تبرع. النأخذ سوى نزل الفال والقدوع الزين. النأخذ يقول له شنو؟ إيه. قال له تبرع. يا سلام. يعني عنده قماش. إيه. يا سلام. ها سلمان ما بتعطيني إياها؟ لا مرة ثانية. الله يسعدك. وياك يا على ضحكه دائمه. انا بايكني عشان تاخذنا الكاميرا، انا الحين في يدي. انا بايكني اسمح لي يا ابو سلمان، هذه كاميراتنا هناك. زين هذه شنو في يدي سلمك الله؟ هذه السحتيت. هاي السحتيت. اي نعم. هذه يسمونها يعني لقطه. ايه؟ السحتيت هي ولد البطن. اي نعم. والكرش. اي نعم. مو في الوي، اللي في الوي حصبه. حصبه يسمونها حصبات تراس. ايه نعم. او حصوات وي. اي نعم. واللي طلعت لنا ذاك اليوم في حلقه المايسترو الدكتور اللواء مبارك نجم، ايش كانت؟ محوز قلت لي؟ لا اي المحوز ذيك. المحوز اي عشان نقدمها حق المتابعين. انزين هذا انا بخليه هني في الحفظ والصون. طيب واذا اخونا ابراهيم عطانا من هالفلقه الزينه ويانا الخير بنعرضه على الهواء. انت تشرف. الله يشرفك. شاء نرويه خير البحرين. الامانه ترد عند مامونها. تفضل. ما اقدر اخذ الخرجه؟ لا. السلام عليكم يا ابو سلمان. عليكم السلام. حاولنا والله مع ابو سلمان شان يا استاذه ايمان بنيبلت القماش الزين ولولو على البحرين، لكن ان شاء الله يطاوعنا ويرضى فيها ابو سلمان ان شاء الله في الحلقه الاخيره. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. امور زينه. اموري زينه. عسى ما طولنا عليك. لا والله احنا ما نبي نتاخر على المتصلين. والله عند اخوش تبرع. والله فاز قلبي مثل طير الحمام. هذه اغنيه. يا سلام يا سلام. اتصالات. ناخذ اتصالاتنا وناخذ اول اتصال. مساء الخير. يا هلا ويا مرحبا حسن. مرحبتين. هلا فيك، شلونك؟ شو اخبارك؟ اي الله يسلمك. الحمد لله. عساك طيب يا حسن. طيب حسن لله. جاهز ان شاء الله حق اسئلتنا؟ اي نعم ان شاء الله. بس وين حاب تروح معانا؟ حاب تروح معانا الشمال ولا الغربي ولا النعشي؟ الشمال. الشمال. يلا بسم الله رحنا حق الشمال. اي رقم سلمك الله؟ وين الشمال؟ اختار من 1 ل10. يلا حسن اختار من 1 ل... ما اسمع. 8. 8. 8. يلا حسن اسمعني من التلفون ولا تسمعني من التلفزيون. يلا جاهز ان شاء الله حق سؤالك الاول؟ اي نعم. يلا يقول لك في اي اتجاه يقع حد الذيب في جزيره حوار؟ الخيارات شمال حوار، غرب حوار، ولا جنوب حوار؟ يلا يا حسن.
عشان الوقت يا حسن خليك انت سولف معايا يا حسن، امورك طيبه. جنوب حوار. جنوب حوار الف مبروك. سلامي عليك. الف مبروك يا حسن، الف مبروك عليك ال 150 دينار. حسن حتى ضيفات اللي بتشرفنا عقب شوي ان شاء الله تجاوب من بعيد تقول ينوب حوار، عاد بعدين ان شاء الله ذياتنا ما تقصر مع المشاهدين ان شاء الله. حسن سؤالك الثاني ب 150 دينار، جاهز له؟ جاهز. خليك معاي وخليك سريع، سلمك الله. يقول لك السؤال لقيمته 150، الباخشه هي اول حديقه انشاتها بلديه المنامه. السؤال يقول في اي سنه تم افتتاح الحديقه؟ 1936، 1938، 1940. سولف معاي ووقتك شغال. 36، 38، 40. يلا يا حسن. 36. كم؟ ها؟ 36. 36، يا سلامي عليك. ألف مبروك. ألف مبروك عليك يا حسن ال 300 دينار. حسن صار في رصيدك 300 دينار. حاب تواصل حق السؤال الثالث بقيمة 100 دينار ولا تكتفي برصيدك؟ سهلة وصعب السؤال. والله أنا ما عندي السؤال يا حسن. بس نكتفي بالـ300. تكتفي بالـ300، يلا ألف مبروك عليك الـ300 يا حسن. تسلم، أمورك زينة. أي والله. وين كارت حسن؟ ها تبي كارت حسن؟ رقم 8، من أشجع 8؟ لا ما عندي ما يطري علي 8. دونجا لاعب برازيلي قديم. بس أتوقع حسن كان سريع. تعالي بوه هناك سلم إن شاء الله. ايش فيك مستعجل؟ خلنا ويا المتصلين، الحين عندنا متصلين. يلا مستعجل؟ ابي ايلس من ساعة. اي تعبت؟ لان من ساعة كنت واقف يا ابو سلمان. مو مع ابو سلمان، عيسى المطوع يخلينا. اوجه له تحية اكيد. طبعا احنا مشاهدينا الكرام اليوم في برنامج مسابقة البارح عندنا العديد من الاسئلة التراثية الثقافية اللي نتعلم منها ونستزيد بها من خلال المعلومات اللي نقدمها ويقدمها فريق الاعداد. طبعا اليوم باذن الله تعالى على هالاجواء الزينة واللمة الزينة وفريجنا الزين عندنا مفاجآت باذن الله تعالى حق المشاهدين، خصوصا ضيفاتنا من زمان ما ياتنا. ضيفتنا هاي يعتبر لها اول لقاء في تلفزيون البحرين. الله. اي من زمان ما طلعت لقاءات. عاد احنا علينا بنقولها على الهواء على العتب وايد عاد، بس عتب المحبين. اي والله طبعا لانها معذوره بالمسلسلات ومعذوره بالتصوير، معذوره بروحاتها وياتها، ولكن ياتها وخطواتها عزيزه وغاليه مثل ما يقولون. واعمالها اللي دائما احنا نتابعها اول باول ونكون حريصين بالاعمال اللي هي تشتغل فيها، سواء كانت الاعمال الدراميه او حتى يمكن الاعمال اللي تكون خارج البحرين. واليوم بنسالف عن هالاعمال يا يونس. اي باذن الله. بندردش تعالى عن معلومات عن الضيفه ما يعرفونها المشاهدين من قبل. باذن الله تعالى، واحنا قبل ما تدخل معانا على الهواء، احنا ترى نقدم برامج استاذاتنا وضيفاتنا، ولا في التمثيل احنا قاطعين شوط بس من الصفر. ناخذ المتصل الثاني يا يونس. احنا مساء ها في متصل. ايه؟ مقدم الضيفه، يلا ناخذ المتصل. ناخذ زهره. السلام عليكم. اهلا. السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام، كيف امسيتي؟ الحمد لله تمام، شلونكم؟ الله يعافيك. شو الفطور اليوم يا زهره؟ والله كلينا ثريد. ثريد يا على عافيه ان شاء الله. بالعافيه. بقول لك انت نفس بعض الناس تريدكم دياي ولا على العاده لحم؟ لا لحم. بعض الناس دياي. بس ما ادري عن من هم يعني، بس بعض الناس. طيب وين بتودينا سلمك الله؟ اي صندوق، الشمال انعاشي ولا الغربي؟ الغربي. يلا يخيلك يا هو. اختاري من 1 ل10 يا زهره. كم؟ خمسة. وان شاء الله يا ربي سؤالك يكون سهل باذن الله. يلا ان شاء الله. طيب سؤالك سلمك الله او اسئلتك بعد كلها مرتبطه بهالتقرير. طولي على صوت التلفزيون الحين طولي عليه لين ما يخلص التقرير. قصر على صوت التلفزيون وسمعينا من السماعه. تفضلي التقرير سلمك الله. ان نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الامن والاستقرار فيها، وهذا ما انتهجته مملكه البحرين على الدوام. تحولت أرض الخلود في عهده إلى واحة من الحرية والديمقراطية
وجسد حكمه قيم العدل والتسامح والتعددية، فبلوغ مملكة البحرين المجد والازدهار والعظمة مرتبط برؤيته الثاقبة وقوة عزيمته وإرادته. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه. ولد جلالته في 28 من شهر يناير لسنة 1950 بمنطقة الرفاع، ومنذ سن مبكرة بدأ شغفه بالعلم والمعرفة إلى جانب حبه للفروسية ورياضة الجنص، حيث تلقى جلالته التعليم في أرقى المدارس وعلى أيدي معلمين أكفاء في مختلف مجالات التعليم. وفي 27 من شهر يونيو لسنة 1964 تولى جلالته ولاية العهد في البحرين. وبعد أن أنهى جلالته مرحلة التعليم الثانوية، التحق في 14 من سبتمبر من سنة 1967 بكلية مونز الحربية للضباط، واضعاً نصب عينيه رؤية لتأسيس حصن منيع يذود عن أراضي البحرين وجوها وبحرها. إن ما تشهدونه اليوم هو بداية لعمل كبير وعلى جانب من الأهمية، وقد تمكننا من تحقيق خطوات كبيرة وهامة في مدة لا تتجاوز 6 شهور. فكانت قوة دفاع البحرين هي ثمرة لجهوده الدؤوبة والمتواصلة. وفي 6 من مارس من عام 1999 تولى جلالته مقاليد الحكم في البلاد، معلناً عن تحول كبير زاهر وإصلاحات واسعة شملت جميع المناحي في مملكة البحرين. فبدأ عهده الزاهر بدعوة شعبه للمشاركة في التصويت على ميثاق العمل الوطني، وتحولت البحرين في عهده من دولة إلى مملكة ديمقراطية بعد أن أمر جلالته بإصلاحات دستورية واسعة تساهم في ترسيخ قيم ومعاني الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان وعودة للحياة البرلمانية. كما أمر جلالته بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة وتحويل البحرين إلى واحة للتسامح وحرية الأديان من خلال سن قوانين تحمي حرية العقيدة والتعبير. كما شهدت جميع المؤسسات والقطاعات في الدولة ازدهاراً ونمواً غير مسبوق في عهد جلالته، والإنجازات التي تحققت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أكثر من أن تحصى وتعد في هذا التقرير السريع. حفظ الله جلالة الملك المعظم. حفظ الله سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، أيده الله ورعاه، والله يطول بعمره إن شاء الله. زهرة، شفتي التقرير؟ إيه شفته. سؤالك الأول من التقرير والثاني من التقرير والثالث من التقرير، وإن شاء الله كلها أسئلة سهلة بإذن الله. سؤالك الأول يقول: متى ولد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه؟ هو 28/1 بس أي عام أي سنة؟ 1950. يا سلام عليك. ما شاء الله عليك يا زهرة، ألف مبروك. يا سلام عليك. الله يبارك فيكم. ألف مبروك يا زهرة، صار في رصيدك 150 دينار. راح ننتقل حق السؤال الثاني أيضا بقيمة 150 دينار. جاهزة؟ يلا. السؤال أيضا من التقرير: ما هو اسم الكلية العسكرية التي تخرج منها جلالة الملك المعظم؟ كلية سيتدل العسكرية، كلية مونز العسكرية، كلية جورج مايسون؟ سولفي معانا زهرة، سولفي. بعيدك الخيارات. أوكي. كلية سيتدل العسكرية، مونز العسكرية، ولا جورج مايسون؟ يلا مونز العسكرية. ألف مبروك عليك يا زهرة، ألف مبروك. الله يبارك فيك.
سؤالك الثالث الحين في رصيدك كم سلمك الله 300 دينار خير وبركة. سؤالك الثالث قيمته 100 دينار بس ما عليه خيارات ووقت أقل بس هو من التقرير صح؟ من التقرير نعم. أوكي تمام بواسطة. يا سلامي عليك. أحب اللي قلبه قوي. وبإذن الله 400 من نصيبك بإذن الواحد الأحد. إن شاء الله. باقرة السؤال على ساعة وأنا متأكد في أقل من 10 ثواني بتحلين. بس خليك سريعة يا زهرة حق الجواب. أي نعم. يلا. إن شاء الله. السؤال يقول وثيقة تاريخية تم التصويت عليها في عهد سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. ما هي هذه الوثيقة؟ وثيقة. وثيقة حقوق الإنسان. غيرها ومن كلمة وثيقة. يلا يا زهرة. الوقت. هذه الوثيقة. إيه. الوقت يا زهرة. وثيقة حقوق المرأة. لا 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 وثيقة من كلمة وثيقة بس غيري كلمة وثيقة في البداية. يلا يا زهرة عشان الوقت. 98.4. يلا يا زهرة. 98.4. زهرة. وثيقة. اي تكفين يا زهرة. أفا ميثاق العمل الوطني سهلها عليك يونس. 98.4 لكن بشري بالخير ان شاء الله. ألف مبروك عليك يا زهرة وطبعا ما حد خسران معانا يا يونس. في البارح الكل ربحان واحنا اكيد ربحانين بمشاهدتكم لنا عبر شاشة تلفزيون البحرين. مشاهدينا الكرام ضيفتنا وضيفتكم بنسولف معاها عقب ما نتعرف عليها في هالتقرير معنا جمهورها في مواقع التواصل الاجتماعي ما قصر معانا بالمنشن. التقرير من فريق الإعداد. ضيفتنا اليوم هي أول بحرينية تدخل هوليوود سنة 2018 فلديها القدرة على تأدية مختلف الأعمال الدرامية والكوميدية. وتخلى عن ولد عمي مبارك اللي ربينا مع بعض وعشنا حق بعض. وتتميز ريم أرحمة بتعابير وجه بارزة وأداء مختلف الشخصيات والحالات وقد توالت أعمالها بسبب أدائها المقنع في كل الأدوار. تدري عن شيء انت فاهم شيء؟ ما فاهم ولا شيء قاعد تكلمون بشرفي ولا ساكتة اطلع ويلي ما ابي اشوفك خل جرح اللي فيني يقرا حقير. في عام 1995 دخلت المجال الفني وذلك في سن صغيرة من خلال مسلسل حزاوي الدار ولم توصل التمثيل إلا بعد قيامها بدور بمسرحية رسالة من تحت الماء بعام 2005 ثم توالت أعمالها وحققت النجاح في الكويت خلال الموسم الثالث من مسلسل ساهر الليل. تفرحوني علي تفرحون اليوم كاهو يبت من جحره يملك عليك ويذلف في عام 2018 تم تكريمها من خلال مهرجان تونس للإذاعة والتلفزيون إلى جانب مجموعة من عمالقة الفن الخليجي ومن أبرز أعمالها هو مسلسل الروح والرية من إخراج منير الزعبي الخطايا العشر للمخرج علي العلي والكاتب حسين المهدي مسلسل من حق أحب إخراج أحمد الفردان. يرضيك أن ظلم بلي سبب من أقرب الناس لي هلي وناسي وعزوتي أنا شفيني استخفيت أحاكي القمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضيفتنا وضيفتكم متابعينا ومشاهدين الكرام مليئة بالشغف تعشق التحديات
وعينها دائما على الإنجازات، لا ترتضي بالقليل ولكن إذا حضرت حضرت بالكثير، تغني دائما وأبدا والهانية محرق، تحب أغنية عبادي الجوهر، عيونك آخر مالي، لها أسرار مرتبطة بالشخصيات التي قدمتها، ومن خلال هذه الأسرار تتجلى دائما وتتألق وتتأنق بحضورها من خلال ما تقدم من شخصيات مميزة، صاحبة الحضور المرتبط بالعقلية. نعم في بعض الأدوار تمثل أدوار ترسم لنا أو من خلال أدوارها أنها في بعض الأحيان أدوار لا تموت لشخصيتها بصلة، فهي شخصية عفوية وليست شخصية تثير المشاكل كما يشاع في المسلسلات، ومن خلالها سنتعرف على الكثير من الخبايا. ضيفتنا وضيفتكم مشاهدين الكرام فنانة ريم مرحبا، حياك الله. يا هلا ومرحبا فيكم، وما قصرتوا على هالتقرير الجميل، وأنا مو ضيفة أمانة، أنتوا ضيوف، تعتبر أنا بنت البلد وبنت صحيح. التلفزيون، وبالعكس كلنا أخوان، وبالعكس أنا وأنت وإيمان نشكل شيء جديد وبادرة جميلة إن شاء الله المستقبل يا رب. إن شاء الله بإذن الله. فعلا نسمة تفضلتي وذكرتي، أنت بنت المكان وبنت البحرين، ودائما فخورين بأعمالك، ودائما تنقلين يعني الفن البحريني أو الفنانة البحرينية المميزة في الكثير من الأعمال. يعني لو اليوم بنسالف معاك وبندردش، يمكن أكثر شيء أنا بسالف عنه واللي المشاهدين يمكن ما يدرون عنه أو الأغلب ما يدري عنه، هوليوود. أي إحنا اليوم من القرية التراثية دايركت بنطير على هوليوود. إن شاء الله بس نمسي على المشاهدين ونقولهم بارك عليكم، ما تبقى من الشهر ينعاد عليكم بالصحة والعافية، لا مفقودين ولا فاقدين إن شاء الله. آمين يا رب. سالف عن هوليوود يا ريم، من وين نبتدي؟ اي نبتدي من البدايه، احنا بنطير اليوم من البحرين دايركت على هوليوود. اول ما ياني الايميل عبالي دق على قولتنا، يعني عبالي مزحه من احد ولا غشمره ولا ضحك، ف يعني ما كنت مصدقه امانه، ما كان في الحسبان. هو فيلم قصير بسيط الى شاب بحريني مخرج وجله تحيه محمد فخره، وكانت يعني فكره تكلم عن قصه ام حمار، سمينا كلوفن الفيلم، بطولتي بطولة الأستاذ الكبير مبارك خميس، وما شاء الله حقق نجاح وشارك بأول مهرجان يشاركون فيه عرب لها 18 سنة، فكانت يعني مثل ما يقولون نقلة لي، وكانت فرصة أني أتعرف وأشارك مع نجوم كبار في هوليوود، وأيضا يعني كنت أهدي هذا الشرف لي للبحرين. أكيد أكيد, أكيد وجود فنانة بحرينية في هوليوود فهذا أكيد إنجاز للمملكة البحرين، وبالتالي أنت تعكسين يمكن القصة اللي دائما إحنا نرددها في يمكن الذكريات أو القصة اللي دائما نسمعها اللي هي قصة ذكرتيها قبل شوي، هي أم حمار خوفونا فيها يمكن صغار رعونا من أسمع صوت عزكم الله الكلب. طبعا من خلال هذا الفيلم أستاذتنا ريم رحمة، أنت أول بحرينية. نعم، وعربية. وعربية دخلت مهرجان هذا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. وتتوالى إن شاء الله الإنجازات. إن شاء الله. البحرين ولادة والله، فيها فنانين يعني من كل الكوادر، تلقى فيها ناس حقيقيين يشتغلون بمجهود. نعم. ودائما ما يظهر، أنا بالنسبة لي دائما أقول لكل مجتهد النصيب. أكيد. صحيح. يلا عقبالكم إن شاء الله. إن شاء الله. ما تبون نمثل معاكم. تعالوا حياكم الله، المجال مفتوح. إحنا كله خارج الناس. هو أحسن. أنت حتى المقدمة خارج الناس. عشان تحس إيه مبين. تدري يعني يكون قريب من القلب. هي قالت لي. عبود مقدمة عندها. قبل ما نطلع على هذا ثري تو ون قالت مقدمة عنك. شفتي توهقينا وهقت. عايشة والبنات. أحب الكلام اللي يكون خارج النص يا ريم. أكيد تأيدين. أكيد بالتمثيل أنتم بعد عندكم حواراتكم اللي خارج أحيانا مع الانفعال أو مع حالة معينة مثلا. ممكن يعني هاي طبيعة الإنسان ينسى أو يسهى أو يعيش الشخصية بزيادة، يقول مفردة مفردتين جملة خارجة عن النص، بس بعدها يرجع عليه نفس النطاق. احنا تمام. عسى بس المخرجين ان شاء الله ما يعيدون مره ثانيه اذا طلعتوا برا عن النص. لا يعني يبين كل مخرج وطريقته، اكيد انتم متعودين على المخرج. في مخرج يحب انك تلتزم بالنص، وفي مخرج ممكن يمشي لك ان اذا انت ارتجلت ما يقلل، او يعني مثلا في فكره معينه توديك لفكره ابعد عن الموضوع نفسه، المحور نفسه ممكن يعيده، بس إذا نفسه ما تغيرنا لا والله يقبلون يعني. أنا معي الحمد لله أمور طيبة. أمور طيبة. أنا حفيظة. الله قابلك يا ريم، الله الأمور طيبة إن شاء الله.
نروح الى ايضا تكريمك في مهرجان تونس للاذاعه والتلفزيون، وهذا الانجاز الذي يضاف الى رصيد. انا قلت لك ما تحضرين، انت ما تقبلين بالقليل، تحضرين بالكثير، وهذا الانجازات اللي تمثل مملكتنا هي الكثير في رصيدك. الحمد لله. بالاضافه الى المسلسلات الكثيره طبعا. اي نعم. ايضا مهرجان تونس كنت اصور بالبحرين الخطايا العشر وما كان في وقت، فلما كلموني مهرجان تونس التلفزيوني يعني مكرمين المرحوم عبد الحسين عبد الرضا والمكرمه حياة الفهد ووزيرنا مكرمين كثير يعني. صحيح. ما شاء الله. فالاسامي الموجوده هي اللي تضيف لي مع المهرجان طبعا، اضاف لي الكثير، فاكيد يعني اصريت ان اكون متواجده بهذا المهرجان. وقفت التصوير. وقفت المسلسل والتصوير. صوروا بدوني بس حانوا. لكن حضورك في هالمهرجان هو إضافة لرصيدك ولرصيد أكيد إنجازات مملكة البحرين في هذا الجانب. فنانة بحرينية حصلت على هذه الجائزة في مهرجان تونس. ريم، ذكرتي الخطايا العشر. أيوة. ذكرتي أنك وقفتي التصوير، لكن خلنا نتكلم عن النجاح اللي حققه هذا المسلسل وارتباط ريم أرحمة فنانتنا القديرة بهذا المسلسل. خطايا العشر بعد انقطاع طويل عن تلفزيون البحرين، أو نحن نعمل في مملكة البحرين، كنا منقطعين لمدة طويلة. صحيح. يعني يمكن أقول 10 سنين. فترة جدا طويلة. أي فكلنا أنا والشباب، سواء كان الكاتب حسين المهلي موجه له تحية، والمخرج علي العلي، أستاذ قحطان القحطان منتج العمل كان من إنتاجه الخاص. فكنا قاعدين في فكرة، تعرفون لما أفكر بصوت، قلنا نبي نسوي عمل بحريني. خلاص اشتغلنا بما فيه الكفايه برا، هالمره نتعاون ونسوي عمل بحريني ان شاء الله يعني يترك بصمه. نعم. دائما اعمالنا خالده. صحيح. طبعا دائما يعني عندنا فن حقيقي، مو اقول لان انا بحرينيه، لاني لمسته وحسيته. فاتفقنا ان احنا نوقف مع بعض ويكون مجهود شخصي. واستاذ قحطان اعطانا الفرصه، وكنا خايفين امانه ان منافسه صعبه، يعني منافسه على مستوى عربي. وحقق نجاح باهر. يعني أنا أقدر أقول الخطايا العشر كان رقم واحد في رمضان 2018. نعم. بالنسبة للأعمال الخليجية. صحيح. نعم. صحيح. شخصية سارة رائعة، أعشقها. شخصية سارة تشبهني على فكرة فيها، يعني سارة تحمل مسؤولية، تحب الداري، تساير، مريضة سكري أيضا، يعني خطها إنساني جدا. يعني كنا نبي شوي نسوي فوكس على الأمراض المزمنة وكيف يتعاملون معها بالشغل وبالبيت، وكيف لازم يكون في ثقافة ووعي بما يخص صحة هذه المريضة. يعني كان عمل بالنسبة لي سوالي نقلة فعلا. على طاري الأسماء، الحين بطلع عن خارج النص قبل المتصل. المتصلين هلأ هلأ فيهم. عيوني انت هلأ فيهم. يا سلام. أنا انقهرت على قبل شوي أم 400 دينار. الحين بنعوضها وياه. بوجودك إن شاء الله. صح. أنا شو أبى استفسر عن المعلومة، أو خل أقول لك من الـ 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 الأدوار اللي مثلتيها كأسامي. يعني عندك مثلا أنوار، نورة، مها، عبير، مشاعل، فاطمة، منى، شوق، ريم، جواهر، هديل، هنادل، مها، علياء، وايد ورامها في ريم. والله اقترحت عليهم في ريم للحين ما في ريم؟ في آدم وحواء. آخر واحد بتسالف عنه عقب شوي. وأنا أبحث عن الشخصية هي، طبعا الأسامي كلها يعني أسامي خليجية كلها، وأسامي والعنود بعد مثلتي في فيلم. نعم. توقع. نعم. صور في العين. أي. إذا ما خلتني. نعم. الذاكرة. صحيح. أي. فكلها أسامي، يعني أسامي منا وفينا. أنا أخوي يونس وايد أحب الاسم يكون مرتبط بالشخصية. أي نعم. يعني أنا ما يعني اسمي ما عندي مشكلة، اسمي مريم بالحقيقة. هذه معلومة أول مرة نعرفها. لا البعض يعرفها، يعني أنا ما أخفي عن الكل اسمي مريم، بس من يوم صغيرة أهلي يدلعوني ريم. ومشت معاي ريم، يعني حتى الأهل إذا ينادوني مريم يمكن ما التفت ما انتبه. أي نعم. بس الأسامي دائما أقول حلو إن لما يكون الاسم مرتبط بالشخصية نفسها. يعني سارة كانت تستاهل هي تكون سارة. سارة. أي. مشاعل فعلا كانت مشاعل. نعم. كانت مصيبة. من الاسم. من الاسم. يعني إيه هنادي نفس الشيء. يعني كل اسم مرتبط. لو حسيت اللي وهلة إن في شيء ما يعني ما يناسبني أو الاسم مو مرتاحة لا أقول. ممكن يتغير. ممكن يتغير. نعم نعم نعم. مخرجنا يعني وايد سلسين الحمد لله. يلا مسلسل جديد ان شاء الله. مخرجنا علي العالي الله حسين المهدي يمسي عليه بالخير. اذا في اعمال يا يلا يطول باعمارك. ريم ريم نبي نشوف ريم في ريم. ريم. بنرجع نسالف اكيد عن اعمال الشكل، نرجع حق المتصلين والاجوبه ان شاء الله معاك يا ريم.
اسمحي لنا نروح بس عند الصناديق ونرجع لكم. ترى الكاميرا بتقطع عليك في الأجوبة. أي الأسئلة علموني. لا إن شاء الله ولا يهمك. تروحون هناك وين أصيد السالفة؟ تعالي معنا. عيال تعالي معنا. حياك يا ريم. الله يحييكم ويبجيكم ما قصرتوا. طبعاً إحنا عندنا ثلاث خيارات يختارونها المتصلين. نقول مساء الخير، يا هلا ويا مرحبا. يا مرحبا، كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين إن شاء الله؟ طيبين. طب حالك؟ مبارك عليكم، تبقى من الشهر علينا وعليك. تبارك. شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله. شلونكم؟ طيبين. الله يسلمك. وعلى ضيفتكم إن شاء الله. شلونكم؟ طيبين إن شاء الله. الله يسلمك ويخليك، فطور هني وعافية، والله يتقبل صالح أعمالكم. آمين يا رب، أجمعين إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. جاهز إن شاء الله حق أسئلتنا ومسابقتنا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بس وين تبي تروح معانا؟ تبي تروح معانا الغربي ولا النعشي ولا الشمال؟ ها يا معمر، نروح الشمال. أبو الشمال. من 1 ل10 اختار معاي. أوكي يلا. من 1 ل10؟ 4. 4. يلا بسم الله. بسم الله. جاهز إن شاء الله. آمين إن شاء الله. يلا سؤالك الأول، حجر الكهرمان من الأحجار التي تستخدم في صناعة المسابيح. السؤال يقول شنو يسمى هذا الحجر في اللهجة المحلية؟ كهرم. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ما يحتاج أغششك، أنت غششني من غير خيارات. ما شاء الله عليك. يا سلام عليك. ألف مبروك ل 150 دينار. انزين الله يخليك. عاد عاد السؤال الحين بعد سهل ان شاء الله باذن الله. بس رايك خليك مع فناناتنا بعد، هي بعد اذا هذه بتساعدك بتعينك ان شاء الله. ربي يحفظكم يا رب. يلا خلينا نشوف معاك هالصوره الحين بتطلع على التلفزيون. شوفها الصوره بينت لك. سلمك الله. اشوف الصوره الحين بتطلع. انا صعب علي. لا لا سهل. الصوره اي بينت. طيب الصورة هذه تمثل أي مهنة سلمك الله؟ هذه اللون احنا نسميه ايه؟ اللي يسوي القطن. ايه؟ نداف ولا خياط ولا خراط؟ نداف. نعم. نداف. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك يا معمر. معمر صار في رصيدك 300 دينار. حاب تكتفي بالرصيد اللي عندك ولا تنتقل معنا حق السؤال الثالث بقيمة 100 دينار لكن ما عندنا خيارات؟ ما عليك، توكل على الله. تتوكل؟ اي نعم. يلا بإذن واحد. بإذن الواحد. بس خليك معنا اوكي؟ ان شاء الله. عندك يلا. السؤال الثالث. ورا؟ اي. يلا زين. بقرا السؤال على ساعة، اذا خلص بيبتدي التوقيت، اكثر من كذي ما اقدر اسوي لك على الهواء. اوكي. يقول لك كلمه رديفه للمصيف او الماصيف في اللهجه البحرينيه شنو عكسها او مرادفها؟ مرادفها. مرادفها معناها المصيف. ايه المصيف. كلمه رديفه للمصيف. اي نعم. اي نعم. ترى هو نقدر الكشته. لا لا جريب جريب. انت صح اللي اول، خليك على اول. ايه الكلمه. سلمك الله خليك معي. المقيض. المقيض. يا سلام عليك. الف مبروك. يا سلام عليك. يا سلام. ما شاء الله عليك يا معمر. وينكم؟ يا سلام. مشكورين. لحظه لحظه لحظه، وين مشكورين؟ غنوا اغنيه على الهواء. 400 ربع. ايه عطنا اغنيه. يا رايحين البلد سلموا على مريم شيء اسمها طلع. يعطيك بالعافيه. الف مبروك يا معمر، ال 400 دينار. الف مبروك. يعطيك العافيه. ايش رايك فيه يا ريم؟ شفتي شلون سريع؟ والله شاطر. من غير خيارات. هو اللي لازم تيبونه ترى، كذا يعرف كل الاجوبه. لا ترى يعني انا احس الخلطه فيك، لان احنا ما توفقنا. يلا زين. خلطك زين. وجهك زين ان شاء الله. على طاري مساء سالف مع ايمان، يعني نتابع مجموعه من اللقاءات والمسلسلات، ترى انت تمتلكين بحدي مطلوبه في الاذاعه. اي والله تقدمي اذاعه البحرين. اتشرف اتشرف بعيوني. جاهزي روحك؟ اي بس ياشرونهما. جاهزه انت؟ جاهزه لك فكره؟ اكيد. انزين انت تروحين او تكونين مقدمه، وايمان مقدمه وانا معد. لا انا ابي انا مقدمه واجيبكم. يا سلام. لا 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 لا. هذه هذه حلوه. انا ابغى اشوف الاعاده، ابغى اشوف الناظره. لا لا خفت الحين. واجيبكم. ابغى الحين. انا خفت انا يعني. ف
ممكن يعني اذا ممكن اي ممكن اذا فكره حلوه وجميله وبالعكس تضيف لي حق ماي كريم صراحه يعني صحيح. يمكن قبل شوي احنا قبل ما ندخل الهوا كان يقول لي يونس واحنا نجهز حق الحلقه يقول لي ما شاء الله فنانتنا عندها بحة حلوة يقول أنا ودي أسمعها في الإذاعة تقدم برامج قلت والله بنسألها على الهواء إذا حابة تكون ولا لا والله أنت شارف إن شاء الله فيك في إذاعة البحرين وعلى ما قالوا المكان مكانش أكيد أكيد وتزيلين عراقة إذاعة البحرين بحضورك يا عمري ما قصرت تبين مسابقات تبين تسولفين مع الناس تبين كل شيء نبي تبين صبح نبي متنوع أنا أقدم الصبح 6:30 تبين تغربين الصبح مع زميلتي نورة إنسانة صباحية ريم تقريبا لما يجينا الارق عاد بعد أي. بعد لا حول ولا قوه مورنينج بيرسون انت اي تقريبا بس اذا ما عندها اعمال اي يعني احنا عندنا هذه شبكه اليوم 24 ساعه نصور هذه على مصيبه متعب اوه عارفين الوضع يعني ما يحتاج بس انتم تتعبون اكثر انا تتواصلون في هالتصوير وساعات العمل لكن اكيد في النهايه كله عشان المشاهد يكون مستمتع بهذا الاعمال هذه الاعمال اللي تقدمونها فبالتالي ان شاء الله فكر في برنامج ما يكون لها مسكينه من الصبح انت فاكره انا كله افكر بس تبين هو يقول اسئله وتبين انا وهي افكر خلاص بالضبط انا طايحين فيني بس كله توهقني من يقولون 3 2 1 عندك عندنا اتصال ثاني مساك الله بالخير يا ورده مساء الورد مساء النور يا هلا مبارك عليكم ما بقى من الشهر علينا وعليك تبارك يا ورده شلونك شو اخبارك الله يسلمك عمري الحمد لله انكم طيبين احنا الحمد لله بخير جاهز ان شاء الله منورين كلكم حبيبتي بنورك يا قلبي جاهز ان شاء الله حق اسئلتنا ومسابقتنا اي نعم ان شاء الله بس في البدايه وين حابه تروحين معانا حابه تروحين معانا الغربي ولا العشي ولا الشمال ان شاء الله الغربي الغربي اختاري من 1 to 10 سبعة. يلا بسم الله سبعة. بسم الله. يلا توكلنا على الله وتسمعينا واضح صح؟ اي نعم. يلا. يلا. ان شاء الله. خليك مركزة معانا يا وردة. ان شاء الله. سؤالك يقول في دور تحفيظ القرآن قديما كتاتيب شنو اسم الرسوم اللي كانوا يدفعونها الطلاب؟ الخميسية ولا العيدية ولا الزكاة؟ خليك مركزه ويا فنانتنا ركزي من نعم. اول شيء تقوله لك الخميسيه ولا العيديه نعم. ولا الزكاه الخميسيه الف مبروك يا ورده الف مبروك يا حلاوه يا حلاوه الفرحه يا ورده الله يسلمك عمري الف مبروك ال 150 دينار الله يبارك فيك حبيبي يا عالها ان شاء الله ابتسامه دائمه يا ورده والله يعطيك من اسمك نصيب تكونين ورده حق اللي حوالينك ان شاء الله امين طيب أمين انت يا رب والسامعين والمشاهدين انت من اي ديره أمين. من اي منطقه الرفاع الحجيات انزين اي نعم سؤالنا ترى مرتبط بمناطق بس خلك يعني وياي إيه. يقول لك تقع عين الشريبه في قرية من قرى البحرين الساحلية ها ساحلية اي نعم اي الخيارات كلها سواحل القرية الزلاق او جاو او البديع اخر شيء اي صح 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 البديع ما قشفت الف مبروك يا ورده الف مبروك صار في رصيدك 300 دينار حابه توصلين السؤال الرابع ان شاء الله سهلنا بس تبي توصلين في خيارات الرابع الثالث ما في بس يعني اذا انت رفاعيه السؤال سهل وان شاء الله يعني فالتش اكمل بتكملين ان شاء الله بشري بالخير عاد خليك مع فنانتنا ان شاء الله تمام يلا السؤال الثالث شنو يسمون الغطاء اللي يتم به تغطية رأس الصقر اللي يحطونه على رأس الصقر الطير تستخدمونه انتم الحريم يلبسونه بعض الحريم ايه البرقع يا سلام عليك والله تستاهل والله تستاهل ألف مبروك يا وردة ألف مبروك يا حلاوة الوناسة والله ألف مبروك يا وردة وتستاهلين ال 400 دينار حبيبتي تسلمين تسلمون كلكم يعطيكم العافية يا حبيبتي يعطيك الصحة والعافية شكرا لك
مشاهدينا نروح. انا قبل ما نروح طريقه المشاهده انا المتصل اللي جاي انا مو بياي. ليش؟ خلوا ريم تقدم يا الربع متوافقين. اي والله يمكن انا يمكن انت تحسب علي كل ما شاء الله ما شاء الله ها تونا يبع روحي ما شاء الله عليك. يلا خير ان شاء الله باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام نروح معاكم نشوف طريقه المشاركه ونتفاهم ان شاء الله على بعدين من يقدم الاسئله ان شاء الله. للمشاركة في مسابقة برنامج البارح حمل تطبيق بيون ماني ثم امسح الرمز الخاص بالمسابقة عبر الهاتف للدخول مباشرة لصفحة التسجيل أو للدخول لموقع مسابقة البارح ثم قم بإدخال الاسم الثلاثي الرقم الشخصي رقم الموبايل ورقم الآيبان المخصص لحسابك على تطبيق بيون ماني لمضاعفة فرص المشاركة والفوز بجوائز نقدية. يمكنكم التسجيل أكثر من مرة. حظا موفقا للجميع ورمضان كريم. جديد وحياكم الله مشاهدينا بعد ما تعرفنا على طريقة المشاركة في برنامج ومسابقة البارح وناس ما شفتوا المتصلين اليوم ما شاء الله عليهم كلهم كانوا سريعين وما قصرت معاهم فنانتنا مبدعين كانوا شطار بوجودش طبعا ما قصرتي معاهم ريم. لو بنرجع شوي ندردش عن الأعمال التراثية يمكن اللي شاركت فيها أو الأعمال التراثية اللي تابعتيها. اليوم احنا موجودين في القرية التراثية يعني. وانت اكيد دخلتيها من قبل اي اول من دخلها اي وصورتي فيها الكثير طبعا نعم. من الاعمال شعورك بوجود هذه القريه التراثيه في مملكه البحرين للاعمال الدراميه التراثيه بالنسبه لك كفنانه؟ بالنسبه لي يعني انا من يوم صغيره كان عندي هوس باي قريه تراثيه لان اذكر ان ايام المدرسه يمكن كنت صف اول ابتدائي او ثاني ابتدائي حق حزاوي الدار فالمدرسه رشحوني للتمثيل من المسرح ودونا بس فأول مرة كنت أشوف أستاذنا الكبير وأوجه له تحية أستاذ أحمد يعقوب المقلع وشفت القرية اللي كانت بالمالكية صحيح فصار عندي ارتباط روحي فيها لأن أنا أبداً ما لحقت على أي شيء من أو مثلاً ما كان عندي وعي أني أعرف وأتعرف على القرى التراثية شلون كانت أو البيوت القديمة شلون كانت وبعدها صار انقطاع كبير ما شفت أي قرية حقيقية يعني بناء حقيقي أنا تقدر تعيشها أو تشوفها ومن حسن حظي أن أول من دخل قرية تراثية بالبحرين أول ما سواه أول مسلسل إحنا افتتحناها عين الديب ولا مارغريت؟ لا مارغريت مارغريت أول شيء أول شيء مارغريت كنا وأول مسلسل توقفين فيه قدام سيدة الشاشة أي نعم أول مسلسل وجه لها تحية حبيبتي أم سوزان سوزان تستاهل يعني والكل يشيد فيها أكيد هذه القرية التراثية إحنا عندنا أعمال جميلة خالدة راسخة بالمخ إذا بنرجع أي شيء نشوفه بيت من طين أو النخل أو الرطب أو اللبس الشعبي يذكرنا أعمالنا القديمة صحيح يعني رجعنا بالذكريات الجميلة اللي ورا وإن شاء الله القادم أنا أتمنى أن القادم نرجع نحيا هذا الذكرى إن شاء الله يعني عرب. فرجان الأول بيت العود ملف الأياوي والله هذا فعلا ملف الأياوي ترى وانت بعد ما قصرتي شرفتينا في الغابقة غابقة أيه وزارة أيه الإعلام أكيد أتشرف تذكرنا يا معتش وتواجس مع الفنانين الكبار أيه نعم. من رجال ونساء نعم. اللي كانوا خير من يمثلنا اليوم في جميع المسلسلات بجميع أدوارها وتسمياتها ومصنفاتها فشفناكم مع بعض تسولفون فكان صج ملف الأياوي إيه فعلاً إحنا دائماً على تواصل يعني إحنا مثلاً نقول فنانين البحرين دائماً تواصل مع بعض يمكن أنا بين فترة وفترة أسافر وكنت يعني مقيمة بشكل كامل خارج البحرين بس الحين عندي تركيز أكثر من رجعنا مارغريت وشوية اشتغلت عجلة الدراما بالبحرين والإنتاج الخاص في مملكة البحرين خلانا يعني وعطانا فرصة أن نظل هنا ونتواجد وحتى الكوادر البحرينية تشتغل صحيح يمكن إحنا دائما نركز ودائما نذكر هالشيء إن ما شاء الله علينا في البحرين عندنا كوادر بحرينية مبدعة جدا 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 البحرين ولادة وصلنا ان شاء الله دائما ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نروح معاك حق خيوط المعازيب اها هو الان الاسم ترى يازل اي جميل يعني عميق جدا وبايك على سؤال في العمق نعم وخدت السؤال من
كتابة كتبتيها في الانستغرام ما مرت علي مرور الكرامة، هذا وقفتني. ايوه انت تحبين العمق والحوارات اللي فيها عمق. اول شيء نروح حق خيوط المعازيب، انا شدني الاسم، يعني عارف كلمة المعازيب بس اقول ايش دخل الخيوط فيها؟ فاعطينا الاسرار سلم ان شاء الله. انت شنو استشفيت من خيوط المعازيب؟ كفكرة؟ كفكرة قلت يعني شيء قديم. نعم. انزين واحد، ودام في معازيب وفي خيوط يعني في حبكة، في رؤية، في شيء. خباية. يعني هذا اللي عارف. أيه. المعازيب هو ممكن هو مجازا صحيح. أيه. ولكن على ارض الواقع هو شيء مادي. هو كيف هو كيف ما عليه انا بتسوى. لا 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 انا مسلسل في السعوديه صح مسلسل اسبوع خيوط المعازيب يتكلم عن حياكه البشوت. نعم. عن تجاره البشوت في الاحساء في هو عمل تاريخي سعودي يتكلم عن المعازيب وهما تجار البشوت وصناع البشوت في الأحساء سواء كان الإنتاج والاستيراد والتصدير. جميل. فتترتب هذه المهنة كانوا الأوليين في ذاك الزمان، احنا نتكلم عن حقبة خمسينية ستينية إلى سبعينية. في ذاك الزمان يسوون لهم صك نفس العقد الحين. أي نعم. يبصمون عيالهم ويخلونهم عند المعزب ويعلمهم يخيط ويعلمونهم يسوون هذه التفاصيل كل ما يخص البشت فيصنعون البشوت. وهذا الصك ما ينفك إلا لما يكون في تاريخ معين أو بسنة معينة يفكونه عن الشخص اللي ما يروح مثلاً يدرس خلاص يقعد حق هذه الشغلة. فاستوحوا الفكرة لأن الفكرة الأساسية للعمل هو تجارة البشوت في الأحساء. يا سلام يا سلام. سمعت إيش قالت من شوي؟ شوف العمق. يعني أنا إذا قالت هذه الكلمة في المسلسل مستحيل ما أحفظها. السجع هذا الصك ما ينفك. ها موجود ذي في الحوار ولا موجود؟ موجود. هو موجود، هو موجود كإحساس. كإحساس. لأن هي تسعى كثر ما تقدر أن تفك صك حق أحد. ما بقول منه عشان ما أحرق عليك. لا لا تحرقين القصة. عطينا شيء الخيط. لحظة يعني شخصية هل يعني قريبة أم بعيدة؟ لا قريبة جدا. قريبة جدا. قريبة جدا. إيه. أم بحرينية عاشت 20 سنة بالأحساء متزوجة من سعودي من واحد من ولد منطقة الأحساء عن حب وعاشت مع طول هالعمر بعيدة عن أهلها ولكن عندها فكر متحضر تحب التعليم وبذاك الزمن التعليم صعب. نعم. يعني سواء كان للمرأة ولا الرجل، للرجل يعني الولد يقول لك ما أبي أشتغل أبي أشيل أمي وأبوي. والبنت يقول لك عيب في ذاك الوقت مو أي أحد. فهي كانت دائما تحن وتزن على التعليم إلى أن ربطوا أحد معين لها بالعائلة بصك البشوت وهي حست أن الولد مثل ما تقولون مقيد. أي نعم. فتحاول كثر ما تقدر أنها تفكها بطريقة معينة وعشان تفك الصك لازم تدفع فلوس وهما عائلة جدا بسيطة. تبتدي لي القصة ما كفيت ووفيتي ممتاز. الصور عند إيمان بس تعقيب. الصور عندك ها بس تعقيب ترى إحنا هالبحرين وهالسعودية عاد ما يحتاج نتكلم عن العلاقات طبعاً. دام ذكرتي الحاسة ترى إحنا مرتبطين وايد هالبحرين بالحاسة جداً. يعني أنا يد أو أبو يد أمي من الحاسة وما يعني كل يعني وايد مرتبطين. ما في بحريني ما عنده عائلة أو عرج سعودي. بالضبط. إحنا واحد. صحيح. عائلة واحدة. علاقتنا دائما متواصلة مع أهل السعودية. السعودية مو غريبة عليك عاد مصوب الخوال. أكيد. وفعلا الأحساء جدا قريبة منا بالطريقة بالفكرة بالبساطة بالكرم فتحت بيوتهم يعني للحين أهما يا حبيبة قلبي تسلمين أمه. للحين أهما شكرا. للحين أهما الأوليين بيوتهم مفتوحة والدشين ويكرمون ويضيفون. صح. الحين صح. هذه العادات الأولية اللي احنا تعودنا عليها من أجدادنا ما نشوفها ما نلقاها ما في يعني يخافون الناس مو نفس الأول بعد كورونا خلاص بعد خلصت على ما في زوارات ما في تسيرين على الفريج مع التغيير اللي صار أكيد. أيوة مع والله. الحياة أيوة والتغييرات اللي صارت احنا بنستعرض معاك ريم بعض الصور الحين على الشاشة ونبي نستذكر يمكن هذه الصور معاك هذه الصورة. أي نعم. هذا من بيتي الرئيسي في مسلسل خيوط المعازيب مع الأستاذ الكبير عبد المحسن نمر نوجه له تحية ومبارك له بالشهر. هذا يعني أكثر بيت صورنا فيه وكان فيه مجهود كبير يعني 20 يوم من غير توقف. لا لأن ليل ولا نهار نهار. طبعا العمل بس اللي أنا بقول لكم إن إحنا صورنا ما يقارب 8 شهور فيه ما شاء الله. نعم عمر. اي والله هذه الصوره وهذه الصوره هذه ايضا مع الاستاذه لبنى ابو 50 هني تكون صديقتي المقربه في هذا العمل ولابسه لبس الشعبي للعروس. حلو. وهذه الصوره هني عاد عندها نقله في الحاله.
هني اسمها بدرية الشخصية. بدرية من حالي لحالي هني. قامت هي تسوي سكوك ما تفك سكوك. لا صراحة شوقتينا نشوف المسلسل ريم. إن شاء الله. معاك وإن شاء الله يا ربي. يعني عمل جديد أختي إيمان. عمل جديد يعني أنا كنت أنتظر إنه مثلاً أقرأ نص جديد. وفكرة جديدة حتى يكون في شغف في الشغل يعني في تغيير دائما مثلا لو تقدمين نفس البرنامج بصيدك انا ابي اغير صح ربي اسوي شيء جديد صحيح مثلا حتى يضيف لي انا كشخص بالفعل فهذا العمل فكرته جديدة وطريقته جديدة وانا احب الاعمال القديمة ما شاء الله عليك تميزتي بهذه الاعمال بعد ان شاء الله ان شاء الله الله يسمع منكم يا رب ان شاء الله صلي على النبي عليه الصلاة والسلام احنا كل يوم سلمت يا الله من خير الله خير هالبحر وهالبحرين نفلق محار اي نعم هذه من اليوم هذا ناخذه عبد الله سلمان يهديش تحياته ويقول لك هذا لين لك صجيه صجيه اكيد واحده اللي فوق وهني ثلاث ما شاء الله تحت. تبارك الله هاي هاي كاميرتك جزا الله خير اكو ثلاث تحت واحده فوق خلنا امسكهم بيدي ايه؟ احلى حق الكادر ايه؟ احلى حق الكادر اكيد ما شاء الله عليك تعرفين حق الكوادر يا ريم هذه اهداء من الناخذه عبد الله وسلمان وعياله يعلهم يسلمون هذه على الهوى الفلقه ترى عشان تعرفون البحرين البحرين بفعل خير البحرين هذه هديه لك من الناخذه ما قصرت ذكرى تكون مع برنامجنا برنامج البارح وايد حلوين مشكورين ما قصرتوا شكرا لك ابو سلمان وين ابو سلمان مشكور ابو سلمان خير البحرين هذه زين ابو سلمان ما تبي الخرجه الحمراء ذنيبها نروي ضيفاتنا بس بنروي الضيفه اقول لك ان اللولو اللي عنده عام ما شاء الله لا اله الا الله بالخير اذكرك نبي الدانه عيزنا بعد الهوى يضحك ابو لا بعد الهوى بعد الهوى خشهم عنا خشهم عنا والله انا انترست عيني يا فناناتنا اعطوك انا اللي شفته ولا عيني ما قدرت بس بطل الخرجه كنا يديتي الاول انا تصك لي المشوار الله يحافظه بس بس عنده على الخرجه الحمراء عاد اي لا بنروح نشوفها لا ضروري صوريه بعد ان شاء الله اكيد بس قبل ما نرجع نشوف الدانه ونشوف الخير اللي عند ابو سلمان ناخذ اتصالاتنا مع المتصلين تفضل انا بروح اشرب شاي يلا اروح خلص حياك ريمان وانت غير يونس يلا هيا فايزين ان شاء الله روح يا يونس اخاف انت ويا الغير ما يفوز تفضل حياك يا ريم بروح اشرب شاي يا مساء الخير يا محمد هلا والله مساء النور يا هلا يا مرحبا فيك شلونك الحمد لله بخير شو اخبارك تمام جاهز ان شاء الله يا محمد ايه ان شاء الله ايه ان شاء الله قبل ما ننتقل حق السؤال قل لي وين تبي تروح تبي تروح معنا الغربي او النعشي او الشمال شمال مدام صوب ريم رحامنا في الشمال يلا يا عيوني تامر امر من واحد لعشرة عشرة عشرة يلا تبي السؤال عند الفنانة ولا عندي؟ قولي أنا غشش خلاص أنا بعطيك السؤال وهي إن شاء الله أنا بساعدك إن شاء الله تمام؟ أوكي يلا من عادة الغواصين أيام الغوص إنه يحطون في أصابع يدهم قطع من الجلد أثناء الغوص السؤال يقول شنو كانوا يسمون هذه القطعة اللي يحطونها في اليد؟ الخبط ولا قفاز ولا ديين ركز اول شيء سؤال الجواب سؤال لا اول شيء ركز على اول شيء قالته ايه اول جواب اول جواب شنو هو عاد الخبط الف مبروك الف مبروك يا محمد اكثر شيء يقول اللي هو الثالث محمد عاد ما عليه يعني ما قصرت وياك بس على الاقل قول لي الجواب شنو هو محمد تفطرت زين ايه الحمد لله نبي تركيز عالي اوكي جاهز ان شاء الله يا محمد حق سؤالنا الثاني ايه ان شاء الله ان شاء الله سؤالك الثاني عباره عن صوره بتشوف الصوره وعقب ما تشوفها وتركز فيها ان شاء الله بعطيك السؤال والاجوبه ان شاء الله اي واضح اوكي محمد جاهز ايه ان شاء الله واضح اسم هذا الجبل جبل دخان ما شاء الله عليك فنان عندك جمهور يا محمد ايه اذا خلني اسمع على تصفيق الجمهور حماس الجمهور فايز ب 300 دينار واحد بس واحد بس واحد يلا زين الف مبروك عليك يا محمد ال 300 دينار تبي تواصل حق السؤال الثالث ولا تكتفي بال 300
لا نكتفي اذا بتساعدوني بروح السؤال. والله انا الصراحه ما قاعد يطلع لي السؤال الحين. اه شلون تساعدوني بروح؟ ما بتساعدوني بكتفي. السؤال ما في خيارات يا محمد، ولازم تكون سريع. اذا حاب تواصل بنقول لك السؤال، او تكتفي برصيدك. ايه بس نكتفي خلاص. بتكتفي. الف مبروك عليك يا محمد. والله كانت الاسئله سهله. سهله والله. صح؟ اي والله. بس احنا بنريح على ما يونس يا ريت. نشرب الشاي. نشرب الشاي. مر راح يونس. وين يونس؟ ايه راح يدور اللولو. تهجين راح يجيب لنا اللولو؟ يمكن. الظاهر يجيب له. لو بنسترجع معاك يعني ريم عن الاعمال اللي عملتي فيها، يعني عملتي مع الكثير من الفنانين وكانت لك تجارب كثيره مميزه، لكن شنو الادوار اللي تفضلها الفنانه ريم رحمه؟ يعني وايد احب دوري في على موتها اغني، حتى ما يحضرني الاسم للاسف، كنا مريم والله. لانه يمكن اول عمل لي، يعني اول عمل درامي، انا ابتديت سينما. نعم. فقريب مني اكيد، يعني التجربه الاولى دائما تكون مختلفه. اكيد الخطايا العشر قريب مني، مشاعل في ذاكره من ورق، هنادي في الروح والريه، ساهر الليل نوف، يعني هذه خمس شخصيات كثير وايد احبهم. تحبينهم متعلقه فيهم؟ في تعلق. نعم نعم في تعلق، وفي اشياء ممكن يعني تقرينها في الشخصيه حلوه وتعجبك وتتم معك. وتتم معك وراسخه في بال. نعم. يمكن حتى في بال المشاهدين اكثر. ريم يعني دائما احنا نقول في بعض الفنانين يحبون دائما ادوار معينه. صحيح. او شخصيات معينه. نعم. وما يحبون ينوعون، بس في فنانين لا يحبون التنويع. نعم. يحبون كل مره يطلعون بشخصيه جديده. صحيح. ريم رحمه تحب التجدد، تحب. نعم. التنوع، وهذا الشيء دائما اللي نشوفه احنا في شخصياتك في جميع الاعمال الدراميه اللي قدمتيها، لكن ريم وين هي عن المسرح؟ اي هذا سؤال مهم. أي. أنا أحب التلون وأحب التجديد، وما أحب أكرر الشخصيات وكثر ما أقدر، يعني حتى لما يجيني دور يشبه الدور قدمته من قبل، يعني أقول حق المخرج أو الكاتب ممكن نغيره، حتى لو الحجم أقل ما يهمني حجم الدور، يعني الكم مو مهم كثر ما يهمني أن أقدم دور مختلف لي وللناس أجمل. فبالنسبة للمسرح، المسرح اللي الحين يعني موجود صاير تجاري أكثر. نعم. مش ضد ان احنا يكون في شيء تجاري. نعم. بس ايضا انا اذا ودي اقدم شيء حلو يضيف لي، مو بس يعني انا اضيف له ويضيف لي. يعني المسرح التجاري مثلا مسرح الطفل اشتغلنا فيه بلاي باك، يعني حتى تسجيل صوتي، يعني ما عاد نفس المسرح اللي احنا تعودنا عليه او انا تربيت عليه مع استاذي الكبير، اوجه تحيه محمد القفاص، يعني ربنا على مسرح حقيقي. اكيد اي، فتعودنا على اللايف. فاكثر المسارح اللي قدمناها كانت بلاي باك، واخر تجربه لي ايضا في 2018 كانت حفله مع حسن بلام، مبروك ما ياكم. نعم. فبعدها ما يعني عرض يعني جميل الا عروض اللي هي مثلا عمل مسرحي ابو ثلاث ايام، يعني يكون مثلا نفس سيزن او يكون مهرجان قدمه فقط، فتوقفت. يعني نقدر نقول اذا نبي نشوف الفنانه ريم رحمه على المسرح معناته ندور على المسرح الثقيل الدسم. اي والله. اللي يعني يتكلم عن قضايا مهمه بعيد يمكن عن المسارح التجاريه. يعني اليوم دائما نقول انت اليوم اتيب الفنان او النجم او اسم شنو ما كان مسمى عشان يضيف لك. نعم. بعد انت ضيف له. بعد انا انتظر اضافه. هذه جدا مهم اللي دائما تركزين عليه. اي صراحه يعني ابي شيء جديد. صعبه علي مثلا خيوط المعازيب نتكلم حسوي، ما كان سهل علي. واكيد صعب اول ايامي من 13 سنه وانا اتكلم كويتي، مو سهل علي، بس على الاقل احاول واجتهد، وفي مردود، يعني بتشوفين بعدين على قولتهم رده الفعل لايف على المسرح. تبين. صح. احنا بنرجع نتكلم حتى على ادم وحواء، لكن بنروح مع المشاهدين ونذكرهم بطريقة المشاركة مع برنامج ومسابقات البارح. للمشاركة في مسابقة برنامج البارح، حمل تطبيق بيون ماني ثم امسح الرمز الخاص بالمسابقة عبر الهاتف للدخول مباشرة لصفحة التسجيل أو للدخول لموقع مسابقة البارح، ثم قم بإدخال الاسم الثلاثي، الرقم الشخصي، رقم الموبايل ورقم الآيبان المخصص لحسابك على تطبيق بيون ماني. لمضاعفة فرص المشاركة والفوز بجوائز نقدية يمكنكم التسجيل أكثر من مرة. حظا موفقا للجميع، ورمضان
كريم. فيكم من جديد مشاهدينا وعودة لكم في البارح، ونسترجع أكيد ذكريات أيضا فنانتنا ريم في أعمالها ومسلسلاتها وطبعا الأعمال اللي قدمتيها. نبي نتكلم عن العمل اللي صورتيه في أكيد ديرتنا الثانية أبوظبي، عودة خالتي. هذا أخر عمل نعم. أنا قدمته مع الأستاذة الكبيرة وجهة تحية هدى حسين، يعني أصلا هذه خامس عمل أو رابع عمل أقدمه معاه. عمل جديد، فكرته سيزن، يعني يعتبر سيزن، يعني اوت اوف سيزن، ما كان مو رمضاني. نعم، مو داخل السباق الرمضاني، مو داخل السباق الرمضاني، كان خارج. اشتغلنا عليه، فكره جديده، مصممتين ربع وصيدهم حروب ويشتغلون علشان يوصلون الى مكان معين، وكنت انا طبعا اللي خذلتها وخنتها وطعنتها بظهرها ما يناسبك، وبعدين يكشفون ان انا معاها بس بالتفكير علياء. فهاي شخصية علياء صحيح؟ علياء اي نعم. جميلة، يمكن انا يمكن شفت يمكن بعض الاشياء اللي كانوا يحطونها الفنانين اللي كانوا موجودين معاكم في كاسة العمل ويصورون خلف الكواليس. نعم. فالعمل يبين عليه عمل جدا ضخم. اي والله تعبنا فيه، متميز. والدليل ان رمضان ما نزلنا. صحيح، الدليل ما قدرنا، يعني ما مدانا، اخذ وقتنا، يعني تقريبا 3 شهور اشتغلنا عليه، وكان في تجهيز قبلها ومع الاحساء، فما كان في مجال انزل رمضان. بس ان شاء الله باذن الله بنشوفه بعد رمضان متصدر هذا العمل. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. انا رحت رتبت لكم الشاي. اي ما قصرت، بيض الله وجهك. ورحت سلم ان شاء الله ورا العريش، ما طولت. ايه سوي له الشاي الرابع، انا ما اقدر ادخل الغوري. كم عمره ابو حمدي؟ 80 سنه؟ اكثر من 80 سنه عمره الغوري هذا. حتى بداخله على الهواء قال لا 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 وداخله على الهواء، وقلت له تراثي ذي 80 سنه، شاي مخدر على الفحم. سلام ان شاء الله ما شاء الله على الماسكه اللي بيده قادر. ريحه هو صلاخني وانا جاي، وكنت عاد استغليت الفتره ذي سلم ان شاء الله وانا انعز ويا ابو حمد يا الله يسلم، ودخلت على الانستغرام ودورت البوست اللي قريته امس. العمق اللي عجبك الكلام يقول اللي كتبتيه تحت البوست في تاريخ 25 سبتمبر 2022. اي قبل ديسمبر 3 شهور. انا ما اعرف ليش ديسمبر مرتبط فيك، ما اعرف انا ديسمبر القوس القوس ما ادري، انا ما ادري يعني ما ادري، بس في ديسمبر. لا شكله ديسمبر. لا هو الجوزاء. وي وارات علمين على الهواء الحين كلهم ما يسمعونك في الاذاعه شو تقول. لا ما يدرون، كله اقول لهم انا دلو. لا 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 نعرف كلنا، شخصية الدلو حلوه. جوزائي كله بويهين يقولوا لي. انا ما اصدق. اشكرك. اي والله ما صدق. الله ينصر دينك ان شاء الله، انت اول شخص يقف معي في هذه الحياه الفانيه يعني. اسمع اكيد والداول واضحك واسولف عشان ما ندعي المثاليه، بس ما صدق يعني. طبعا احنا يعني بس مجرد حق الونس. اي حق الونس. عيل تدرين اقري روايه حق اثير النشمي، احنا استاذ اثير بنغير الروايه، هي تقول في ديسمبر تنتهي كل الاحلام. في ديسمبر تبتدي كل الاحلام. اكيد. نعم. غيرها. الاحلام مفتوحه. مع التصرف. العبارة تقول اجعل خطواتك مثل الذي يمشي على الرمال، لا أحد يسمع صوته أو صوت خطواته ولكن أثر خطواته واضحة. نعم. هذه العبارة الجميلة العميقة خلتني أرجع حق مجموعة من المسلسلات اللي أشوفها بشكل عام. في بعض المسلسلات في عبارات رنانة بعمق النص، وإحنا لا نشير إلى الكاتب، نشير إلى طريقة يعني النصوص في بعض الأحيان التي تحفظ من قبل الجمهور. أنا لو هذا النص أسمعه بحفظه. صحيح. لأن رنان ويبقى وشيء حلو مرتب. فهل من الإمكان تذكرينا أو يمر عليك، أو هل في المستقبل؟ أنا تابعت وايد حلقات لك من خلال المسلسلات، بس ما قدرت أتابع كل الحوارات طبعا ما يمديني. أكيد. ضيق. في حوار مر عليك ما تنسينه، أو حوار رنان في كلمات عميقة مستنبط من مثل يندرج تحت حكمة؟ في وايد حوارات اكيد الحين ما يحضرني، بس مره كان في حوار ان لنفل المصباح شي لمه، المصباح ينفل شي يرد حباته بما معناه. فكان هذا مهم، يعني هو اكيد يعني او يرمز الى فكره معينه تصير ساعات بالعائله نفس الاخوان او الخوات. وفي ايضا حوار بعد انا وايد يعني مرتبطه فيه، معنا ما عندي خوات بس الاخت سند
صحيح. إن هذا في الروح والرية. عموما كل حوارات الروح والرية للكاتبة الجميلة الرائعة العميقة أنفال الدويسان. نعم. كاتبة مهمة. عندها إيه نعم وجه لها ألف تحية. عندها كلام عميق سبحانك يا رب. بس تقرأ تحس من غير ما تدخل في المود أو تبتدي تمثل. صحيح. أو تفكر إنك تجهز. في كثير كتاب عندنا. حسين المهدي نفس الشيء يلمسنا من الداخل. وحسين المهدي بعد عند الحس البحريني يعني يعطيك إحساس بحريني يربط فيك. في وايد كلمات يعني تكلم عن الغدر، تكلم عن الصحبة، تكلم عن الوالدين، تكلم عن لمة الأهل. أنا بالنسبة لي هذه الأشياء تحرك مشاعري. اي نعم. باي شكل من الاشكال سواء كان سلبي او ايجابي. اي نعم. لان ما شاء الله لا اله الا الله عليك من خلال لقاءات يعني دائما تميلين الى الشخصيه الواقعيه بعيدا عن العاطفيه. نعم. بحكم الارتباط والاعمال، واليوم ارتباطك بالاعمال جزء من الحب، فانت تقدمين الحب بطريقه اخرى يعني. يمكن انا شفت لقاء لك مع الاستاذ علي كان يسالك في هذا الجانب، وتلمس ايضا حديث عن الكاتبه انفال دويسان. كان هذه سؤالي الجاي بس الله يسام انت شفتي الاسئله اللي في بالي. ايوه مري يعني لان كنت بروح، انا كنت تتكلمين على العمر. فهذه كان حديث مع الاستاذ احمد يعقوب مقلم وجه له تحيه قبل فتره. انا انسان يعني مولع بالادب وكنت يعني اسولف معاه. نعم الله يطول بعمرك. انا عبالي على المقله استحيت. ما يصير اقول نعم على الهواء. احمد المقلى ما نقدر نقول عنه غني عن التعريف لانه علم من علام البحر. اكيد ندرسه لنا كلنا نتعلم منه ندرسه لانه هو يحب الادب ويكتب شعر جميل. نعم. وعنده يعني مجموعه من الاشياء اللي يكتبها. فمن زمان كنت اسولف معاه. طبعا هو شرح لي قال لي الناس والحوار والطريقه وبناء عليه والى اخره. فكنت اقول له انا خاطري يعني خاطري. فيوم قريت العباره يعني قلت يمكن هذه ضمنتيها او جزء من حوار او الى اخره لانها جميله يعني تشد الانتباه. لا لا هي شدتني واقتبستها وحطيتها. جميل. ولكن اكيد يعني تمس شيء فيني. انا دائما بالانستغرام او مواقع التواصل الاجتماعي لما احط جمله تكون مأثره فيني او لفتتني ومو قادره اتجاوزها فاحطها. فتحطين. اي نعم. وتشاركين. قبل ما نختم معاها ضيفاتنا اليوم ان شاء الله، ماذا تمثل لك النقله النوعيه بتواجدك على مجموعه من المنصات الرقميه؟ يعني هذه شيء يسعدنا احنا نشوفك في التلفزيون ونشوفك في اليوتيوب ونشوفك ايضا في المنصات الرقميه مثل منصه شاهد. اكيد يعني انا يسعدني. واليوم المشاهد ما يعني ما يخفي عليه انه هو يكون يشاهد هذا الممثل. يعني اول يقول لك بالتلفزيون يمكن ما يبين من ايش كثر متابعينه. اليوم بهذه المنصات انت عارف رقم معين يتابع فلان وفلان. صحيح. بطريقه معينه وباستراتيجي معينه ما يشتغلون عليه طبعا. فاليوم شاهد تساعد بان احنا نكون نجوم عشان نكون واقعيين اكثر. صحيح. يعني يمكن القناه تبين القناه وفي ريت وفي مشاهده، بس التفاصيل اللي الان صارت بالمنصات الالكترونيه والابلكيشنات عشان مشاهده المسلسلات تبين اهميه وجود هذا الممثل او الفنان او النجم في المسلسل المعني من خلال المنصات الموجوده. نعم. او التطبيقات الخاصه. وصار اسهل. صحيح. اول انت عنا ونقعد قدام التلفزيون عشان تشوف مسلسل معين. الحين ما يحتاج خيارات. صارت انت بتلفونك في الدوام تشوف مسلسلك وترتاح. اي والله. واحنا اكيد يعني نقول ان هذا التنوع مطلوب سواء كان حق الفنان او حتى حق المشاهد. صحيح. انه هو يختار ويكون له يعني خيارات مختلفه ومتنوعه في هذا الجانب. انا صراحه ما ودي اختم يا ريم. يا حبيبتي والله سوالفك حلوه واظن المتصلين مستانسين معاك اكثر وحتى المشاهدين. واحنا اكيد ما ودنا بعد شك نختم. بلا شك. ما جاملتوني؟ لا ما جاملتش. لا 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 ما بالعكس. انا رايح وراد وماخذ راحتي اليوم. هذا اكثر حلقه ماخذ راحتي فيها. عشوه. الحمد لله رب العالمين. شرفتينا. الشرف لي. ويعالها ان شاء الله خطوه مبروكه اللي تجيب صوبنا دائما وابدا. وعلى عاده ما تنقطع. الله يسلمك وزارتنا وما قصرتوا. واحب اشكركم واهنيكم. الصراحه برنامج رائع. موفقين ومثل ما قلت لهم كل مجتهد النصيب وانتم مهمين يعني. حبيبتي تسلمين يا ريم ونورتينا ويعطيك العافيه. وان شاء الله في انتظار اعمالك القادمه واللقاءات القادمه. ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. شكرا على قبولك دعوتنا اليوم وجودك معنا. اتشرف ويزيدني شرف ويضيف لي الكثير. حبيبتي شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا لك. ها
وين عادي احنا كنا بنختم وياك بنختم بصورة خبيثه خلنا خلت احنا نبيك لا نبيك دعوه خذت اللولو وراحت وسلمان لا تمشي بنيك انطر شو بنختم لا لا ابو سلمان بيمشي لا 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 مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم الى الختام مودنا نختم الحلقه لنا سولفنا مع راعية المكان وضيفاتنا بلغه الاحترام الاستاذه النجمه ريما رحمه لها باذن الله تعالى جزء اخر احنا نشكر رعاه البرنامج الرئيسيين بيوماني ومدمول وايضا الشكر لي جبك اكيد مشاهدينا نقول وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم يتجدد اللقاء معاكم بكره في نفس الموعد ويعطيكم العافيه على هذه المتابعه وعلى مشاركتكم اكيد لنا في برنامج ومسابقه البارحه في حفظ الله مع السلامه